جيد فاحنا بقول ان شجره الحسابات هي العمود الفقري واي شجره حسابات هي بتتكون من خمس حسابات رئيسيات هي ده عالم المحاسبه كله طيب وعملنا التقسيمات دي ما هي الا لاعداد التقارير عشان اقدر ابص على ارقام اكثر لان الهدف الرئيسي والهدف النهائي لجميع الش... لجميع الادارات الا وهو اعداد التقارير لمساعده الاداره العليا في اتخاذ القرار هو ده ملخص كل الشغل اللي احنا بنعمله الناس بتدفع ملايين في السوفت ويرز عشان في الاخر خالص يديله تقارير تساعده في اتخاذ القرارات طيب ازاي اظبط شجره الحسابات بتاعتي عندي طريقتين يا اما انا شغال من سوفت وير قديم يا اما انا بشتغل لاول مره لو بشتغل من اول مره خلاص انا بشوف الارقام الحسابات اللي عندي احنا في اغلبيه البرامج نسبه اعتقد 100% كلها بتيجي بشجره حسابات موجوده فيها. وانا ما فيش خلاف ما بين شركه للشركه في شجره الحسابات. شجره الحسابات بالنسبه لي هو المطبخ. يعني ما حدش يجي يقول لي لا انت بتعمل الشغل ده ازاي؟ لا انت ليك ان انت تشوف المنتج النهائي بتاعي، انا المطبخ ده بتاعي. انا ليك ان انت انت راجل قاعد في المطعم بتاخد المنتج بتاعي النهائي. ما بتبوش ما بتشوفش انا بشغال ازاي انا بالنسبه لي شركة الحسابات هي هي المطبخ بتاعي اللي انا بشتغل فيه فبظبطه بحيث ان يديني المنتج النهائي اللي انا اللي انا عايزه زي ما قلنا شركة الحسابات ما تختلفش من شركه للتانيه كل الخلاف في يعني انا لو حطيت الستاندرد اللي جايني من من الشركه من السوفت وير نفسه حاليا خلافات في البنوك لان البنوك بتختلف من عميل للتاني ده احنا متفقين عليه أسامي المصاريف من بلد للتانية في الغالب إنما في نفس البلد هتلاقي نفس هي نفس أسامي المصاريف إنما من بلد للتانية بتلاقي هي المختلفة بتلاقي أسامي الضرائب وحسبة الضرائب أسامي الضرائب بيختلف فيعني أنا بتكلم بنسبة تقريبا عشرة في المية 20% من بنود شجرة الحساب بتختلف من من شركه للثانية من بلد للتانيه انما في الغالب انا اقدر اعتمد على شجره الحسابات اللي نازله من اللي جايه من البرنامج فبعمل ايه لو انا بنقل من نظام لنظام تاني بجيب اخر ميزان مراجعه بجيب اخر ميزان مراجعه وابتدى اطابق من ميزان المراجعه بتاعي سواء انا شغال على اكسل او سوفت وير قديم وطابق الحسابات اللي عندي زي ما قلت بركز دايما انا في اسامي البنوك وأسامي المصاريف هو ده أكبر فروقات بتبقى موجودة عندي أسامي المصاريف والبنوك بضيفها بضيف البنوك بضيف بظبط أسامي المصاريف وبتأكد إن كله تمام كده يبقى أنا النقطة الأولى اللي هي العمود الفقري بتاعي اتظبط باجي على النقطة الثانية إن أنا أبتدي أحط أسامي الموظفين لإن أنا 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 بشبه البرنامج كجسم البني آدم ليه عمود فقري وليه درعات وليه اعصاب بتحركه هو ده ميزه الاي ار بي لو انا فقدت حاجه من دي هفقد ميزه الاي ار ان هو يبقى لامم كل الادارات شجره الحسابات زبطت بدخل اسامي الموظفين اسامي الموظفين باقل القليل اللي هو ايه اسم الموظف وتاريخ التحاقه ده بالنسبه لي اقل شيء ان انا اقدر اشغل في السيستم النقطة الثالثة والرئيسية اللي بقول عليها العصب اللي بيحرك الـ ERB ألا هو الورك فلو ألا هو سير العمل بناء عليه بشوف مين بيروح فين وده موجوده في كل مكان يعني انا في اي شركه موجوده سواء بتستخدم دفاتر بتستخدم اكسل بتستخدم برامج لازم يكون في سير عمل يعني سير العمل يعني انا فلان عمل الشيك لازم في جهه اعلى بتراجع وبعد كده الجهه الثانيه هي دي اللي بتوافق عليه وبعد كده يتصرف من البنك هو ده اللي بنقول عليه الورك فلو خلصت شجره الحسابات شجره الحسابات خلصت ادخال الموظفين خلصت الورك فلو بتاعي ابتدي ادخل أرصيد اول المده يعني ايه رصيد اول المده احنا ده احنا بنتكلم عليه ان انا ان انا بنقل من نظام لنظام او من الاكسل للبرنامج بتاعي يعني ايه رصيد اول المده يعني ميزان مراجعه بمرفقات لا يكفي ميزان المراجعه ميزان المراجعه ما هو الا الاشعه اشعه عن الجسم انت عارف بتعمل كده اشعه وتمسك من خلالها بتقدر تشوف كل حاجة الجزئية دي إيه المشكلة اللي فيها وإنت رايح فين وجاي من بالنسبة لنا برضو ميزان المراجع هو ده الأشياء تحت الشركة كلها أقدر أشوف فيها الخمس حسابات كلها وتفاصيلها أبتدي أشتغل بس هذا لا يكفي أضمن إزاي ميزان المراجعة ده مظبوط من خلال أول حاجة التسويات البنكية لازم يكون عندي التسويقات البنكيه مرفقه عندي ارصده العملاء ويا ريت تكون متص... من العملاء نفس القصه الموردين وتكون كونفيرم ما بيني وما بين الموردين كونفيرم الارصده انا ب... انا بتكلم في الحاله المثاليه واللي هي بنسبه 90% ما بتحصلش ولكن احنا دايما ايه نشوف السايكل الصحي ونبتدي نشتغل ان انا يكون عندي ميزان مراجع مرفقات واول المرفقات اللي هي التسويات البنكيه رقم واحد التسويات البنكيه مظبوطه ده معناتها 90% من شغلي مظبوط بعد كنا تفاصيل العملاء فاتوره فاتوره تفاصيل الموردين فاتوره فاتوره ارصده ارصده الموظفين والعهد والاصول الثابته من خلال كده ببتدي ادخل رصيد اول مده وباكد على نقطه مهمه خاصه للمحاسبين الكبار السن شويه اللي زي حالاتي ان احنا تعودنا في السوفت ويرز القديم ودي باكد عليها لان لسه ما زلنا العقليه دي موجوده ان السوفت وير الجديد اغلبيه السوفت وير الكلام ده بقاله يمكن 10 سنوات الغرب يعني كل سوفت وير الاجنبي ما بقاش خلاص بيعتمد على الصيغه القديمه بتاعتنا اللي هي واحد 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 يعني اصول ثابته واحد صفر يعني مش عارف متداوله واحد 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 الكلام ده خلاص استغنى عنه بايه؟ انه بقى خياري بقى اختيار يعني لو هنا بدل ما بقى هنا دلوقتي الكود يعني ملوش اي لازمه بيقول لي ايه البيرنت كام؟ الحساب الرئيسي بتاعك ايه؟ هدى الاصول ده استغنى عنه عن الواحد واحد واحد جيد وبالتالي بشتغل بهذا الاسلوب فبالتالي الترقيم ده لا يعني شيء بالنسبه للبرنامج، فانت بالنسبه لك لو انا بنقل من نظام للنظام ممكن اخد نفس التكويت بتاعه وادخله معايا زي الفل، مش هيفرق مع السيستم اي حاجه خالص. جاي باخد نفس التكويت تاني حاجه ان تفاصيل الموردين ما بقتش بتظهر في شجره الحسابات، على ايامنا احنا كنت تلاقي البرنامج المحاسبي فيه عشرين 20 عميل، ميتين عميل، خمسوميت عميل، ستوميت مورد. دلوقتي البرامج الحديثه وباكد عليها ما بقتش موجوده فيها الكلام ده. يعني انا بتكلم في العموم وايه والاعاده فن وافاده يعني لو حضرتكم انتم عارفين بس ممكن يكون شخص ولا حاجه ما عندوش الفكره دي فبرضه ايه ادينا بنعيد وبناكد عليه دي نقطه مهمه جدا 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 وما زال بنعاني مع العملاء في النقطه دي نوب بيصر ان هو يدخل العملاء ولو سيبناه شويه ليه برضه ندخل العملاء يعني عنينا دايما بتبقى على العميل ما تدخلش العملاء ما تدخلش الموظفين ما تدخلش الموردين دي شاشات مستقله لان احنا كنا متعودين ان المحاسب هو العين بالليله كلها دلوقتي لا المحاسب ممكن ما يكونش يشوف مين تفاصيل العملاء طب ازاي بنجمع يعني انا ماشي العملاء في مكان تاني طب ابص عليها ازاي انت عندك حساب واحد بس اهو لما يعني العملاء دي تعتبر من الاصول المتداوله بتخش تحت الحسابات المدينه بتلاقي مدينون بيظهر عندك 10 مليون 20 مليون 30 مليون دي حسابات العملاء تفاصيلها فين تفاصيلها موجوده في الموديل الخاص بالعملاء جيد وبالنسبه للموردين، بالنسبه برضو للمخازن، ببتدي ادخل قيد اول مده، انا احاول هختصر شويه. بنعمل في قيد بنبتدي اول حاجه بندخل اصيد اول المده من خلال القيد الافتتاحي، قيد افتتاحي، تشارت اوف اكونت، عذرا، الجورنال، برضو من الحاجات في ار كنا زمان متعودين ان كل شاشه مستقله يعني شاشه مستقله بالنقديه شاشه مستقله بالقيود اليوميه شاشه هنا هو دمج دمج في شاشه واحده اسمها جورنال انتري هي كلها جورنال انتري بس هي المسميات وحط لك التفصيل هنا يعني انا مثلا المسؤول عن الخزنه باجي اقول كنا متعودين انا ادوس كليك هنا الاقي بس ايه الصندوق لا هو قال لك هنا ده قيد يوميه واختار انت الكاش وبناء عليه ببتدي اشتغل انا ومسؤول عن الخزنه ببتدي ادخل القيود نفس القصه بالنسبه لقيد الافتتاح اوبننج بالانس جيد وابتدي احط أه بقول له ده قيد افتتاحي اول ما بقول له قيد افتتاحي بيفهم فبيجيب لي كل الارصده مباشره طبعا دي ارصده احنا قلنا المحاسبه خمس حسابات الحسابات الموجوده هنا ار 3 بس لإن إحنا عندنا عارفين إن إحنا عندنا أصول والتزامات ورأس مال دولت حسابات مرحلة. إنما المصاريف والإيرادات دي مصاريف تشغيلية السنة بسنتها. والفرق الرصيد بتاعها بيخش لي في حقوق الملكية وفي رأس المال. فدي إيه تلات حسابات بس أبتدي أدخل الأرصدة وأكد تاني إن هنا أنا ما بدخلش ثلاث حسابات بدخل ما بدخلش تفصيل للمخزون. ما بدخلش المشاريع من هنا تفاصيل المشاريع يعني عندي الشاشات تانية او المصاريف دي مرتبطه بالمصاريف بالنسبه للسلف لازم اكتبها تفاصيل مش هيسمح لي ان انا اكتب سلف او يكون عندي حساب سلف او مدينون واقول له حساب واحد اقول له رقم كذا 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 جيد لما هاجي لو كتبت رقم هنا لما اجي سيف ما هيرفض يقول لي لا ده مدينون لازم تكتب لي تفاصيل، ما بقبلش انا تفاصيل هنا بكتب من خلال الشاشه دي، هنا بيقول لي أو ما شاف مدينون قال لي ده عباره عن ايه؟ ده طالب ولا عضو ولا ولا عميل، بقول له ده عميل، يقول لي اسم العميل ايه؟ واكتب واكتب رقم الرصيد بتاعه. في شاشه ثانيه ممكن من خلالها ان انا ادخل فاتوره فاتوره مش في الشاشه دي. بس هنا العملاء زي ما قلنا في قيد اليوميه ما بيتحركش الا باسم العميل. من خلال الكسمر واحط هنا تفصيل نفس القصه للموظف بقول ده عندي موظف واكتب اسم المو باجي هنا بقول له ده موظف واكتب اسم المو... واختار اسم الموظف يكون مدخله قبل كده واحط رصيده سلفه او عهد نفس القصه مع الموردين الموردين برده بيسالني بقول له ده موردين واحط اسم المورد واحط رصيده ولازم اسجل كل الموردين واسجل كل الموظفين وكل العملاء عميل عميل موظف موظف ومورد مورد بالنسبه للاصول السائل الثابته برضو هنا اجماليات هنا اجماليات بقول اثاث وتركيبات يقبل ان انا احط بس اجماليات ما بكتبش تفاصيل التفاصيل في الموديول الخاص بالاصول الثابته موديول الاصول الثابته بيجيب لي اشتريته امتى ورقم الفاتوره وموجود في اي مكان واهلاكه قد ايه واهلاكه شهري ولا سنوي اي كل اللي انا عايزه بشوفه في الشاشه في الموديول الخاص بالاصول هنا بكتب بس اجماليات اخر حاجه اللي هي موضوع افتتاحي مؤقت ايه افتتاح مؤقت الاصول هنا المخزون هنا ما فيش مجال ان اكتب مخزون بند بند يعني حتى مش مديني مجال مفيش بند بند فبكتب هنا بديله مبلغ وخلاص بديله في حساب الافتتاح المؤقت بقول انا عندي مخزون رصيد اخر المده كان مبلغ كذا واجي في شاشه ثانيه في شاشه المخازن ابتدي احنا قلنا في قاعده في المحاسبه لازم مدين ودائن فانت هنا بتخلي المخزون مدين بتروح في الشاشه الثانيه بتحطها تفاصيل بند بند يكون متوفر معاك الكود متوفر معاك الاسم متوفر معاك الكميه متوفر معاك السعر بص عليها كده في السريع عشان برضه يبقى ايه الصوره تبقى كلها واضحه انا بعمل قدر الافتتاحي واقفله طبعا القيد الافتتاحي لازم المدين يساوي الداين وغير كده هو ما بيقبلش ان احنا نسيفه وادخل التفاصيل جيد والحاجه الوحيده ان انا هيبقى عندي اسم حساب مؤقت ده المخزون بتاعي لانه ما سمحليش ان انا ادخل افتتاحي مؤقت هنا بدخل اجمالي قيمه المخزون كمدين اجي في شاشه المخازن اجي في شاشه المخ... بعد ما اخلص خالص الرصيد بتاعي بخش بعمل تسويه واقول له انا عايز ادخل بنود عايز ادخل بنود رصيد اول المده بالنسبه للمخازن بقول له الستوك ريكونسيليشن له جديد بيسالني يسالني ايه الهدف ده تسويه ولا رصيد اول المده بقول ده رصيد اول مده مباشره انا بقول له رصيد اول مده بيفهم ان انا هقفل كده الافتتاح المؤقت هو لوحده احنا قلنا اي حركه في الحسابات لازم مدين ودين هذه قاعده لا تشذ لازم مدين ودين واحد بياخد واحد بيدي فانت هنا احنا كنا هناك خلينا مدين انا هدخل هنا بند مند زي ما اشوف لازم يكون الكود جاهز المخزن اللي موجود فيه الكميه والسعر الوحده قد دي, دي ارصده اول المده مجرد انا بخلص واقول له حفظ هو بيعمل قيد مدين وداين بيقول لي حساب المخازن عندك مدين والافتتاح المؤقت بقى داين خلاص كده اتلغى كان هناك في رصيد أول في الافتتاح كان مدين هنا بقى داين خلاص صفر ودخل رصيده اول المده كده احنا انتهينا من ارصده المده وجاهزين ان احنا نتحرك ازاي بنتحرك في البرنامج اول الحركه الاولى من خلال المبيعات المبيعات هنتكلم ايه برضو بالسايكل الكبيرة ان انا بيجي لي طلب عرض سعر فبعمل عرض سعر بقدمه للعميل لو انا تصنيع هنخش برضو تفاصيل اكتر ان شاء الله مش هنطيل يعني انا بحاول ان اختصر لو انا تصنيع بشوف هل المنتج ده موجود عندي ولا لا طب مش موجود عندي فبعمل مباشرة على طول اقوم داخل عامل بيل اوف ماتيري البوم ان انا ابتدي اشوف تكلفتها هتكون عليا انا مثلا بنتج في الاثاث وعندي عايز ترابيزه وخمس كراسي ترابيزه تمن كراسي جيد فباجي مباشره احنا دي بس ايه تعريفيه بنشوف البرنامج بيشتغل ازاي جالي عرض السعر باخد عرض السعر ابتدي اكلم الاداره الهندسيه والاداره الفنيه بقول لهم يا اخواننا عايزين انا الترابيزه دي بتاعت اجتماعات جديده علينا ما عملناهاش قبل كده وعندنا الكراسي دي عايزين نشوف هنعمل ايه مباشرة بيبتدوا يبقى السيستم بشتغل من خلال البيل اوف ماتيريال طبعا اكون انا مجهز البرنامج برضه بس انا بنشوف ايه بنشتغل ازاي بعمل بيل اوف ماتيريال من خلال بيل اوف ماتيريال بدخل المواد بتاعتي واشوف وقت العمالة قد ايه بشوف المصاريف الغير مباشرة قد ايه بناء على ايه عليها بقدر احسب تكلفة الوحدة يبقى الترابيزة دي هتاخد مني خشب قد ايه هتاخد مني كل المواد قد ايه هتاخد مني عماله قد ايه هتاخد مني مصاريف غير مباشره زي الكهرباء والاهلاك والاجور كل ده واحسبه بناء عليه بيطلع لي هنا في الاخر خالص حتى لو في سكراب لو انا الخشب ده بيطلع له سكراب وانا ببيعه بحسب له برضه بقول له هيطلع لك 2 كيلو والكيلو بنبيعه ب 20 جنيه فايه خلي بالك ان احنا هيقلل لي مباشره هو يقلل من التكلفه لو في عمليه فحص محددة بقول له لا خلي بالك ان احنا لازم نفحص المنتج ده قبل ما يتسلم لازم يكون فحص وبحط له شروط الفحص ايه وبعد كده هو الطبيعي بقى انا بدخل التفاصيل هنا هنا بيستني حد هتدخل المصاريف الغير مباشرة وحد الصناعيه الغير مباشره الصناعيه الغير مباشره باكد على كلمه مصاريف الصناعيه الغير مباشره يعني المصاريف الاخرى المصاريف الاداريه والبيعيه ما بتخشش في تكلفه المنتج فهنا بيستني بناء عليه بقول له ايوه بكون انا مظبطها من الاول في كل ورك ستيشن هيتكلفني قد ايه عماله وكهرباء وقد ايه هتكلف أه اجور وهتكلف صناعيه غير مباشره وبعد كده بحط له الماتريال والفحص ولو في عندي اهلاك بناء عليها بيديني عرض السعر بيقول لي تكلفتك هتبقى كده بحط النسبه بتاعتي انا بحط 20% 25% واقدم عرض السعر للعميل بتاعي واستنى الموافقه بتاعته. في الموديول بتاع السيلينج بلاقي هنا الكوتيشن بيوافي عليها كده الحركه فين عند المبيعات راحت للاداره الهندسيه الاداره الهندسيه رجعت للمبيعات المبيعات رد مجرد ان المبيعات العميل وافي على الكوتيشن بعمل سيلز اوردر انا بعتبر السيلز اوردر هو هذا العقد ما بيني وبين العميل ان هو العميل وافق على السعر، وافق على الكميه، وافق على على الطلب على موعد التسليم وكل حاجه، ده العقد بتاعه. ينتهي دور المبيعات هنا. بتتنقل لمين؟ لو انا عمليه تصنيعيه بتتنقل للدور لعمليه البلان. دلوقتي بتاع تخطيط مهندس التخطيط بيجي له السيلز اوردر، بيجي له طبعا من خلال الورك فلو، بيجي له الرساله بيقول له انت عندك بيحطها في البلان بتاعه، بيشوف هننتج امتى ونشتغل امتى. و برودكشن بلاننج ريبورت وبناء عليه بيحط البلان بتاعه جيت كده خلصت اداره المبيعات اتنقلت الخطه اللي الوضع للاداره الهندسيه والمسؤولة عن البلاننج السيستم بيدي له إن, ان هو قبل ما ينتج يبتدي يشيك هل البضاعه دي موجوده عنده ولا لا قبلها بيومين ثلاثه باسبوع بشهر على حسب ما انت البضاعه بتبقى متوفره عن امتى بناء مباشره البضاعه موجوده خلاص بيبقى الراجل قاعد مطمن وزي الفل طب البضاعه مش موجوده من خلال البرودكشن بلان بيعمل مباشره بيديله ان هو يعمل ماتيريال ريكوست بيروح يطلب طلب مواد كده احنا اتنقلنا كده اتنقلت الكوره لملعب لملعب البرشيزنج المشتريات دلوقتي طبعا كله من خلال من خلال الورك فلو دخلنا على اداره المشتريات الراجل بتاع البلانر قال انا ريكوست عايز الماده الفلانيه طبعا البلانر مين اللي بيعمل طلب المواد يا بتاع امين المستودع يا اما البلانر وبيعمل طلب مواد ايه الفرق بين طلب المواد اللي بيعملوها ريكوست وما بين السيلز اوردر البيرشيز اوردر ماتير ريكوست والبيرشيز اوردر الفرق الرئيسي ان بتاع الماتير ريكوست ملوش دعوه هتجيبه منين ولا السعر ايه ولا متوفر في السوق ولا لا كل اللي هو عايزه ان انا في عندي بتاع مين لا ان الايتم ده نقص نقص الكميه فيه فعايز الكميه دي او البلانر هينتج بعد يومين ثلاثه شهر اثنين فعايز الكميه دي باي طريقه ما ملوش دعوه هو الوضع عامل ازاي بتيجي رساله مباشره لبتاع المشتريات بتاع المشتريات بياخد متيار ريكويست اول حاجه بيعملها بيعمل عروض اسعار احنا ماشيين زي الكتاب ما بيقول اه في بنود دي ممكن نشيلها انما احنا بنشوف البرنامج بيساعدنا في ايه. اول حاجه بعمل الريكوست فور كوتيشن وطبعا زي ما احنا عارفين ان كلها سلسله مسلمه لبعض يعني انا بعمل بعمل كوتي... بعمل اول حاجه بعمل كوتيشن بتاع العميل اللي انا هبعته للعميل الاول. العميل وافق بعمل له سيلز اوردر بناء على الكوتيشن. بعد كده بتاع المهندس بيعمل البلان بناء على السيلز اوردر. بشتري بناء على البلان اللي متوقف على سيلز اوردر بناء على الماتيريال ريكويست بعمل البرش بعمل كوتيشن يعني لما اجي بعمل هنا كوتيشن اد نيو كوتيشن يبقى بعمله بناء على الماتيريال ريكويست اللي طلبه البلانر يعني كلها سلسله مربوطه ببعض ودي ميزه البرامج اللي ار بي ان مش عايزه مجهود هي عايزه بس تكون الواحد فاهم هو بيعمل ايه فلو الماتيري ريكوست لو لو كوتيشن مظبوط اللي انا بعته للعميل البنايه كلها مظبوطه بعد كده الماتيري ريكوست مظبوط ابتدي بطلب المواد اول حاجه بعمل ماتيري ريكوست الكوتيشن بطلب كوتيشن من المورد بطلب كوتيشن من المورد بناء على الماتيري ريكوست اللي جاتني من البلانر بحط مورد والثاني والثالث وتليفوناتهم وهو بيظهر لي طبعا مباشره هنا لو بقول له اه ماتيري ريكوست بيظهر لي هنا المواد مباشره انا بحدد العملاء الموردين اللي انا عايزهم وبنتظر موافقه وبنتظر رد الموردين جيد بعمل انا كوتيشن للموردين مورد اتنين في الغالب احنا بناخد ثلاث موردين ببعت تل... للكوتيشنز ثلاث موردين وانتظر ردودهم جيد جه جي رد الموردين بنقله من الكوتيشن بعمل السبلاير كوتيشن عشان اخد الموافقه احنا كل ده زي ما قلنا يعني لما نقول ايه ان بيخلي الادارات كلها شغاله مع بعض انا لو صاحب مال اقلق طب انا اعمل كنترول ازاي بتاع المشتريات ده في الهولدنج وبتاع المبيعات في, في 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 في, القاهره وعندي فرع في ليبيا وعندي فرع في الرياض طب انا ازاي اعمل كنترول على ده فاللي يطمني ايه ان انا عندي الورك فلو اي حركه بتتم لازم انا ممكن اقول له اي حركه بتتم لازم في الاخر خالص تجيني انا وافق لك عليه فبالنسبه هو برضو هنا بعد ما عمل الكوتيشنز بيدخل كوتيشنز لكل سبلاير برضو بناء على ايه بناء على الريكوست فور كوتيشن باخد كل هو مجرد انا بكتب السبلاير بتجيب لي هو اللي انا بعت لي وبكتب السعر اللي كتبه لي وبناء عليه بتروح للمستوى الاعلى بيتوافق عليها مجرد ان هو يتوافق عليها بقدر اعمل البيرشيز اوردر ايه الفرق بين البيرشيز اوردر والماتيريال ريكويست بيرشيز اوردر فيه سعر فالاول انا حد بيوافق لي على الماتيريال ريكويست بيوافق لي على الكميه بعد كده في في حد يوافق لي على البيرشيز اوردر لان فيه السعر جيد فبعمل البرشيز اوردر بناء على السبرا... السبلاير كوتيشن اللي هو بناء على الريكوست فور كوتيشن اللي هو بناء على الماتيريال ريكوست اللي هو بناء على طلب البلانر اللي هو بناء على السيلز اوردر اللي هو بناء على الكوتيشن اللي قدمته للعميل. جيد؟ جالي جت جا لل... لي البضاعه خلاص البرشيز اوردر البرشيز اوردر عمله كده خلاص خلص دور المشتريات او كل اداره بتعمل دورها خلصت دور خلص الدور المشتريات. خلاص بنفضل منتظرين لغايه ما يجي يخبط الباب على بتاع المستودع جايت خلصت المشتريات ملهاش دعوه باللي بيتم بعد كده ممكن زي ما احنا عارفين النهارده بقت كل الاداره في حته وكل مكان في حته ممكن تكون في بلد تانية خالص يعني فهنا بيخلص الدور اللي عليه بيجي للمورد بيخبط على على مسؤول المخازن يقول له في بضاعه استلمها منه يقول له اديني البرشيز اوردر بتاعنا وبناء على البرشيز اوردر بيعمل بيرشيز ريسيبت كلها دايره وماسكه في بعض بنعمل بيرشز ريسبت جيد بنستلم باجي هنا بقول له بستلم بناء على البيرشز اوردر بتاعنا جيد ممكن يقبل ازيد يقبل اقل يعني لما اجي استلم اجيب لي 1000 حته ممكن اقبل 900 بس مش هيسمح لي النظام ان انا النظام مش هيسمح لي احنا 10 دقايق ولو فصلنا هخش انا تاني برابط تاني او تحبوا انتوا يبقى عندكم الرابط سهله باذن الله. جيد فاحنا لو هنا البيرشيز بمجرد ان هو استلم بناء على البيرشيز انفويس على البيرشيز اوردر هو استلم يقدر يستلم اقل ولكن ما يقدرش يستلم ازيد لان انت بناء انا محدد له ان هو وكلها في السيتنج بتاعت المخازن ممكن في السيتنج اقول له لا اسمح ان احنا نقبل ازيد انما في الغالب اغلبيه الشركات هي المحدد انت بت... بت... ممكن اه اقل اقل ليه؟ ان ممكن في حاجه تالفه حاجه مش طبقا للمواصفات فارفضها جيد خلاص استلم امين المستودع كده اداره المخازن خلصت دورها تيجي إدارة الحسابات بيجي المورد بيطلع للحسابات بيقول له الفاتورة دي أنا عايز استلمها، يقول لك يقول لي أبص على السيستم عندي لما أجي أعمل الفاتورة باخدها بناءً على استلام أمين المستودع. بعمل السيلز انفويس بناءً على استلام أمين المستودع، مجرد أنا عملت الفاتورة بناءً على استلام أمين المستودع باجي أعمل الفاتورة اعمل دفع بناء على الفاتوره اللي انا عملتها وكده يبقى الفاتوره تماما فاتوره فاتوره المبيعات المشتريات انتهت فاتوره المشتريات بالدفع بكل حاجه خلصت يبقى دور الحسابات خلص نرجع تاني لدور, لدور الإدارة المبيعات المفروض هي بتتابع عينيها على اللي تم من خلال التقارير بتشوف ايه وصلنا لفين هل بدأنا الإنتاج ولا لا لو ما بدأناش الإنتاج نبتدي نشوف اللي نكلم الإدارة الإنتاج ليه ما خلصناش من خلال التقارير هنا لو لو بتنتج خلاص يبقى أنا شايف مطمن نرجع تاني البلانر البضاعة جات له مجرد البضاعة جات له بيعمل الورك أوردر نيجي هنا بنقول له اشتغل مانيفاكشرنج وتقول له ورك uh, اوردر يبتدي يشتغل في في قائمه المواد دي الترابيزه والثمان كراسي دول يبتدي يشتغل مجرد ان هو بيخلص بيسلم المخازن بمجرد ان هو بيعمل ورك اوردر ويقول له انا ستارت يجي امر للمخازن من خلال ورك فلو يجي امر المخازن طلع البضاعه دي يطلع البضاعه تعتبر في تحت المخزن تحت الايه تحت التشغيل تفضل يوم اتنين او ثلاثه خلصنا التصنيع بتتنقل بتطلع رساله مباشره بتاع المخازن يقول له استلم من خلال ورك فلو بيقول له استلم البضاعه بيستلم البضاعه امين المستودع استلم البضاعه على طول بتاع المبيعات عينيه على الوضع وصل لفين بيقول له بتاع المخازن يا اما تطلع البضاعه يا اما العميل هيجي العميل جاله او انا هنطلع البضاعه امين المستودع بيعمل الدليفري نوتس بيعمل الدليفري نوت عشان يسلم البضاعة للعميل جيد دليفري نوت وبعد كده بيعمل الدليفري تريب لو في بقى بكتب هنا طلعت الساعة كام والعربية كانت رقم العربية وطلعت فين وراحت لأدى عميل ومتوقع توصل إمتى بكتب التفاصيل لغاية ما إيه ما توصل للعميل وصلت للعميل جيد من خلال دليفري نوت بقدر المحاسب بيقدر يعمل الفاتورة يقدر يعمل فاتورة المبيعات ويستلم الفلوس أو يحصل يبقى أنا هنا بأكد على أمين المستودع هو هنا رمانة الميزان عندي إن أنا من خلالها بقدر أظبط عملية الشركة كلها هو اللي بيستلم وهو اللي بيطلع لو أنا ظبطت المخازن يبقى أنا مظبط الشركة كلها كده دي جولة يعني أعتقد سريعة للدورة المستندية إزاي بتشتغل في في الاي ار بي نيكس طبعا التفاصيل موجوده تفاصيل ثانيه موجوده في كل برامج يعني انت هنا لما تخش على الاكونتنج هتلاقي اول حاجه بتعمل قيد يوميه قيد يوميه للجورنال حسابات الاستاذ وحسابات الاستاذ وميزان المراجعه قايمة الدخل أو الأرباح أو الخسائر الميزانية الكاش فلو والكونسوليديتد فاينانشال ستيتمنت طبعا دي برضو الميزه في البرنامج ان هو بيعمل كونسوليديتد لو انا فهمته ان الكونسوليديتد ايه فاينانشال ستيتمنت الميزانيه المجمعه لو انا شركه ام وعندي خمس ست شركات تحتيه سبسيدوريز فبعمل ايه؟ بخلي بقول ان انا انا الشركه الام لان انا بعرف الشركه هنا قلنا هنا وانا بعرف الشركه بقول له جديد بقول له ان انا هنا الكمباني وبقول له ان انا جروب بقول له إن دي شركه رئيسيه خلاص زي الفل فهمني دي شركه رئيسيه طب والسبسيدريز هنعمل فيهم الشركات الفرع وانا بعمل جديد اهو بقول له ان انت عندك البيرنت كمباني الهولدنج كمباني ماشي زي الفل طب وبعدين هنعمل زي الكونسوليديتد الميزانيه المجمعه بتعتمد على ان انا بقول له هنا لما تيجي تعمل شجره الحسابات شجره الحسابات تكون معتمده على الشركه الام بيزد اون ايه؟ عن ايه اكزيت اكزيستنج بقول له تكون معتمده على الشركه الام لما بقول له كده يبقى انا ما اقدرش اتحرك في شجره الشجره يعني انا الهولدنج كامباني هو تحتها ست شركات سبع شركات ما اجي اقول له ان انا شركه سبسيدري انا تابع للشركه الام قول لي اوكي تمام شجره الحسابات دلوقتي ما اقدرش انا اتحرك فيها اللي يقدر بس اللي مسموح لي الشركه الام. لا يعني انا عندي مثلا البنك الاهلي. الشركه الام هي اللي تضيفه ومجرد ان هي بتضيفه للسبع شركات او الثمان شركات اللي تحتها. انت بتستخدمه خلاص بتستخدمه ما بتستخدمه مش بتعمل ان اكتف بت بتاكس عليه وتوقفه انما النقطه المهمه ان اللي بيتاثر اللي بياثر في شجره الحسابات هي الشركه الام. دي عشان اقدر اعمل كونسوليديت كونسوليديت هي بجمع لك الحسابات كلها مع بعض ولكن هذا لا يعني ان انا بجمع العملاء وجمع الموردين وجمع الموظفين لا لازمه الهولدنج كمل ان هي بتجمع بس الحسابات الرئيسيه زي ما قلنا عشان كده من خطوره بمكان ان يبقى المحاسب لسه مصمم يدخل اسامي عملاء كده مش هنعرف نعمل كونسوليديشن لما عملت الكونسي... الشجرة الكونسوليديشن بتعملها على مستوى ايه؟ على المستوى ده لان انا ما اعرفش مين زيد وعبيد اللي انت عندك زيد وعبيد انا ما عنديش زيد وعبيد عندي محمد ومحمود فبالتالي ما اقدرش اعمل كونسوليديشن جيد فدي برضو من نقاط ايه احنا ماشيين في النقاط المهمه لما بنتكلم على الهولدنج كمباني والسبسيدريز وازاي بيأثر ونقطه ثانيه برضو لما بتلغي لو الهولدنج كمباني لغت حساب ما بتلغيش في بقيه الشركات دي نقطه فبيضطر انت لو لو اضطرينا هي لغت حساب بتفضل موجود في الحساب الفرعي عشان كده البنى والتاسيس مهم جدا ان احنا عارفين هنبني ايه ونحط ايه عشان ما بعد ما نشغلش ما نرجيش في حاجه زي ما قلنا في الاكونتنج بنلاقي اللي هي طبيعة القيود اليوميه بنلاقي الجورنال ليدجر بنلاقي التقارير بتاعتنا لو الكرنسي بتفرق لو احنا عندنا عملات مختلفه انا بتكلم على الحاجات الرئيسيه مراكز التكلفه اللي هيبقى 100 بمكان زي ما قلنا زمان كنا نحط المصروف الفلاني المشروع الفلاني تلاقي مثلا 200 200 مصروف في شجره الحسابات ايه كل مصروف خاص بالمشروع الفلاني لا دلوقتي احنا هو مصروف واحد موجود وقسمه و... على على مراكز تكلفه مراكز تكلفه هي خاصه بمشروع محدد اقدر اعرف صرفت عليه ايه وايراداته جايه جاي من منين دي النقاط الرئيسيه اللي نقدر نتكلم فيها لو بصينا برضو يعني ما اعتقدش ان ايه احنا قدامنا ديتين برضه التقارير مثلا من اهم التقارير الموجوده في الاكونتنج تقارير الايدجنج هنا اللي هي اعمار الديون وعمار المديونيه اقدر اعرفها بالتفاصيل واعرف واقدر اعرفها بالاجمالي الاكونت سيو اكونت سامري هنا دي بنقول اعمار يعني احنا زي ما اتفقنا احنا اساسا هي الناس كلها بتشتغل في الشركه عشان تدي تقارير في الاخر تقدر الاداره تاخد منها قرارات فمن اهم التقارير الموجوده على مستوى الشركات الا وهي الايدجنج الـ حسابات الايدج الـ سواء الموردين او العمل اللي هي بيبين لك انت فلوسك بقالها فتره قد ايه بره سواء على فترات بقالها لها قد ايه شهر بقالها لها قد ايه ثلاث شهور شهرين عشان تقدر تحصل بيها وتقدر تستمر في مكانك. دي اهم النقاط اللي موجوده ان شاء الله يعني هنفصل دلوقتي ونرجع تاني باذن الله. جيد؟